أكثر من 30 يوما انقضت ولا زال مصير البحراني سيد علوي حسين علوي مجهولا، فقد اعتقله مسلحون خلال مداهمة لمكتبه في شهر أكتوبر الماضي، ومنذ ذلك الحين لم تحصل عائلته على جواب شاف من السلطات حول مصيره. هذا الإخفاء القسري يمثل حلقة في سلسلة من الاعتقالات التعسفية التي اعتاد النظام الحاكم في البحرين على ممارستها ومنذ سنين طويلة، لكن وتيرتها تصاعدت بعد اندلاع ثورة 14 من فبراير. ونتيجة لذلك فإن المقرر الأممي المعني بالاعتقال التعسفي ذكر البحرين ضمن قائمة من 22 دولة ممن تشيع فيها هذه الممارسة، وذلك في تقريره الذي رفعه إلى مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة قبل عامين. البحرين شهدت خلال السنوات المنصرمة حالات كثيرة من الإخفاء القسري، ومنها على سبيل المثال إلى الحصر إخفاء الطفل صادق حبيل والشاب أحمد الغسرة في العام الماضي. ما حد ممكن ينكر أبداً الإنجازات التي تحققت. اللافت في الأمر أن ما يسمى بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين التي طلبت منها عائلة سيد علوي المساعدة لمعرفة مصير ابنها لجأت إلى تضليل العائلة بالادعاء بأنه معتقل في سجن الحوض الجاف، وهو الأمر الذي نفته إدارة السجن. In some cases, seeking our support to help them reform, for example, their police force, their judicial system, their prison service, to gradually improve the standards and bring it closer to what we would expect to see. هذه الحالة كشفت عن مدى فشل برنامج المساعدات التقنية البريطاني في تحسين أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، وهو البرنامج الذي أنفقت عليه بريطانيا عدة ملايين من الجنيهات، غير أن نتيجته كانت المزيد من الانتهاكات وسياسات التضليل، مما دعا معهد البحرين للحقوق والديمقراطية إلى مطالبة بريطانيا بإعادة النظر في مساعدتها التقنية التي فشلت فشلا ذريعا في تحقيق أي إصلاح في البحرين في مجال حقوق الإنسان.